بعد التحذيرات التي أطلقتها عقب زيارة مفتشيها لمحطة زاباروجيا النووية الأسبوع الماضي ومطالبتها بإنشاء منطقة آمنة بمحيطها، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها المتزايد من خطورة الوضع في مدينة آنر غوادار التي تتواجد فيها المحطة. رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية طالب في بيان إلى الوقف الفوري وبشكل عاجل لجميع عمليات القصف في المنطقة المذكورة. واعتبر غروسي أن توقف القصف هو السبيل الوحيد الذي سيضمن السلامة والأمن لفريق التشغيل ويسمح بالعودة الدائمة للكهرباء بعد انقطاعها كلياً عن المدينة بسبب عمليات القصف التي تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأنها. في غضون ذلك، أظهرت مسودة قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دعوتها روسيا لوقف كافة ممارساتها في المنشآت النووية الأوكرانية. ووفقاً لرويترز، فإن المسودة التي أعدتها بولندا وكندا قبل اجتماع المجلس الأسبوع المقبل تنص على أن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة يعرب عن أسفه لاستمرار أعمال العنف التي ترتكبها روسيا الاتحادية ضد المنشآت النووية الأوكرانية. كما تدعو الوكالة الذرية بحسب مسودة القرار إلى انسحاب القوات الروسية وأفراد المؤسسة الحكومية للطاقة النووية روس أتوم من محطة زاباروجيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد علق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارة مفتشيها لمحطة زاباروجيا النووية بالقول إن التقرير أحجم عن ذكر القصف الأوكراني للمحطة بسبب الضغوط الأمريكية على مسؤولي ومفتشي الوكالة.